احنا النهاردة الاهرام اوتو في هنتكلم على موضوع مهم جدا في العربيات، اللي هو الدينامو والمارش، وهل دول ليهم صيانة ولا لأ، وايه هي صيانتهم لو ليهم صيانة. الكلام ده كله هنعرف نبدأ نعرفه من الحاج مصطفى صاحب المركز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى، هتقول لنا ايه بقى عن موضوع المارش، المارش القديم والمارشات القديمة والمارشات الجديدة، هل ليهم صيانة ولا لا؟ ماشي. طب تعالى اتفضل. اتفضل. احنا بقى معاكم هنا في الـ في الـ في المركز بتاع الحاج مصطفى، ونبدا ايه ده ايه بقى يا حاج مصطفى؟ بص يا حاج، ده مارش. ده المارش. واخد بقى حضرتك؟ تمام. ماشي. وده دينامو. وده الدينامو. ايوه، ده دينامو اللي هو السيينا ال 1600. تمام. والسيينا ال 1400 والبترا. كلهم دينامو واحد. التلاتة بيركبوا على بعض زي الفل. تمام. بس هو بيختلف في الطنبورة. بس ويش. مش أكتر ولا أقل. أما بالنسبة للمارش، المارش أهو. واخد بال حضرتك؟ إيه صيانة المارش بقى؟ صيانة المارش بيتحل، بيتفور، يتغسل. واخد بالك؟ أيوه. واللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. ويتبص على الشربون بتاعه. وبعد كده ايه، بيتزيت ويتشحم ويتقفل تاني. كويس. ونتيجته؟ ولازم الزيت والشحم. ونتيجته؟ وبتبقى ما شاء الله زي الفل. بس اهم حاجه القطعه، يعني ممكن اركب طقم شربون صيني ما يطلعش من عندي من هنا، ابقى صرفت ورميت فلوس في الارض والاقي لا مؤاخذه المارش مش طالع. انا لسه امبارح ولا اول امبارح غرمان 70 جنيه شربون، 70 جنيه شربون في 2 مارش، ورميتهم في الزباله. عشان صيني؟ عشان صيني والله العظيم. امال انت بتفضل ايه بقى؟ ممكن الشربون التركي، الشربون التايلاندي، الشربون الايطالي، افضل حاجه. التلاته زي بعض ما شاء الله ونتيجتهم كويسه زي الفل. اما بالنسبه للصيني، هو ممكن يجيبوا لك الاول الحلو، بعد كده بقى يلبسنا في الحلو، ارمي الفلوس في الارض. تمام. يعني انت بتفك المارش دوت، وبتغير له الشربون لو محتاج، وبيتنضف زي كده، بتحطه كده. تمام. طيب ده بالنسبة للمارش. أيوة. اوكي. طيب بقى بالنسبة للدينامو، هل الدينامو ليه صيانات برضو يا حاج مصطفى؟ هو الدينامو ليه صيانات. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. في حالة واحدة بس. اتفضل. لو عربيتك لما اخذت الدينامو بيغرق زيت، فلازم يتحل يتغسل. فاهمني؟ لان الزيت بيبوظ الكولكتور، وبيبوظ الشربون، وبيبوظ الكتاوت، وبيبوظ الملف. بيبوظ كله. كله بيبوظ نتيجة الزيت. نتيجة الزيت اللي بيخر. تمام. خدت بالك حضرتك؟ فأول حاجة ما نسيبش الزيت ينزل على الدينامو. كويس. لو سيبنا الزيت ينزل على الدينامو اوتوماتيك كده، من الآخر أنا هجيب دينامو تاني. تمام. أنت فهمتني؟ لأن لا في ملف بيتباع، ولا في كتاوت بيتباع عدل أصلي لأن كله مضروب، ولا في لا مؤاخذة قاعدة سلوكولات في السوق. طيب أنت قلت لي العربيات اللي هي القديمة، يعني زي ال 28 والواحد الفيت القديم شوية، بتعمل له صيانه. بتعمل له صيانه وسهله. لكن الحديث ويتلف الملف. الملف اتحرق يتلف عادي. تمام. ونلاقي الكتاوت بتاعه بسهوله. الحاجات القديمه. كويس. تمام. وممكن ايه، حتى لو مش اصليه رخيصه. كويس. مش غاليه. الحديث بقى كتير. الحديث ما حدش بيعرف يلف الملف ده. ولما بتلف مصري بيقطع بسرعه، فالافضل ان انا اجيبه. كويس. ومفيش منه. تمام. دي نقطه. اخش بقى ايه على كتاوت. الكتاوت اللي في السوق كله مش اصلي. يعني انا لو جبت كتاوت ولما اخذ غرمت مثلا ثمن 350 جنيه اقل واجب، وركبته في الفيات بالذات، وطلع مضروب، فاضطر اجيب الدينامو غصب عني. كويس. انت فهمتني؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، البليه بتاع الدينامو ده مش موجوده. يعني انا بجيب بليه نفس المقاس، بس لما اخذها مش نفس المقاس بالحرف، يعني بتختلف في حرف. طب ودي هل بيبقى ثابته ولا الدينامو لا يبقى فيه لأ كده؟ لو لأ هيبوظ الملف. لازم تبقى ثابته. لازم تبقى ثابته. تمام. فهمتني؟ اوكي. فانا ايه النهايه، قطعه الغيار هي اللي بتتعبني. لو قطعه الغيار موجوده وكويسه، انا هستريح واريح الناس اللي حواليا. طب وبالنسبه يا حاج مصطفى للعربيات اللي ما بتلاقيهاش دينامو، بتعمل لها ايه؟ اذا مثلا جيل الام جراند دي، اللي هي اللي هي دي، اللي واقفه دي بالظبط، الصين. الصين دي. تمام. الدينامو بتاعها حضرتك، انا لسه متصل بتاجر قال لي هديهولك ب 900 جنيه واستراند. بتاع التويوتا يركب
وعامل 450 جنيه وممكن انزل في السعر. يعني انا بس بتحتاج له تعديل شويه؟ ما فيش تعديل ان شاء الله. ما فيش تعديل. اه لان انا بروح لواحد بتاع مرش ودينامو بس. اه. بقول له اديني دينامو نفس الودان دي، يكون ياباني، يكون الماني، وبقعده وبتمشي، وعملتها في الاسبرانزا، وعملتها في السيانا دي نفسها، ركبت الالماني زي الفل. تمام. فاهمني؟ تمام، احنا متشكرين يا حاج مصطفى وتعبناك معانا، ونتقابل معاك في جولات اخرى باذن الله. ربنا يصلح حالك. السلام عليكم.